الأستاذ الدكتور بشير، لاحظتم على أن المساحة أو الفضاء المشرق يعني حتى فيما يتعلق بالتراث الإسلامي كما ذكرت الأستاذة. وسيبقى السؤال الحقيقة الذي قد يجمعنا وحاول أن نجيب عليه، ما هي الأسباب التي جعلت أن وقع تدني لهذه الأخلاق على مستوى الواقع، يعني ننطلق من تصور ماذا نريد، ثم كيف كان، ثم كيف أصبحنا، وكيف يجب أن نكون. أعتقد هذا هو الإطار العام الذي سنخوص فيه وسنبحث عنه. إذن قبل الصلاة سنعطي الكلمة للأستاذ الدكتور في 7 دقائق إن شاء الله. شكرا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بدء أود أن أشكر ملتقى الحضارات على هذه الدعوة وعلى هذه الشراكة مع الجمعية المغربية للتواصل الصحي. ونأمل أن تكون هناك يعني محاضرات أو شراكات مستقبلا إن شاء الله مع أن جمعية التواصل الصحي في إصدارات هذه المجلة الصحية المغربية التي بين أيديكم ممكن يعني أن تطلعوا عليها. يعني كانت دائما تخصص في أعدادها الأولى مجالا أولا تاريخ يرجع إلى التراث، وكانت هناك أيضا بعض المجالات في مسألة الأخلاقيات الطبية. لن أعود لمسألة التراث مع أنني كنت حضرت يعني بعض الشرائح حول التراث أخلاقيات يعني طب التراث العربي الإسلامي. ولكن يعني قبل البدء كما قال الأستاذ بوعياد، فالمهم من كل هذا هو ما هي الاستنتاجات العملية التي يجب أن نخرج بها بعد هذا اللقاء. هذا هو المهم، يعني أن نبين أين الخلل، يعني وما هي الأمور العملية التي يمكن يعني أن نسير فيها أو التوصيات. ولكن بعد البدء أنا وددت فقط أن نعرف، لأنه من الصعب أن يعني أن نخوض في موضوع يعني لم نعرفه يعني قبل. أولا مسألة الأخلاق يعني لن نذكر يعني مكانتها في الإسلام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذه مسألة يعني عندها الضوء ديالها في الإسلام. ولكن السلوك الأخلاقي هو السلوك الذي أقره المجتمع، ويتكون هذا السلوك من مجموعة من القواعد التي تبين الأفراد كيف يجب أن يتصرفوا في الحالات والمواقف التي تعرض لهم دون أن يخالفوا ضمائرهم أو العرف السائد في مجتمعهم. لأن الأخلاق أو كما تنقلوا ليتيك يعني هو يتغير من مجتمع إلى مجتمع. ما يمكن أن يكون أخلاقيين عندنا أو أخلاقيين في الغرب ممكن يكون عندنا غير أخلاقي. مثلا نذكر الموت الرحيم، فهذه المسألة إحنا أن لحد الآن مسألة غير مقبولة، مع أن فيها نقاش، ولكن مسألة غير مقبولة هي مثلا في الغرب تناقش. إحنا يعني إحنا لا نتصور أن يوم ما ربما سنناقشها، لأن هذه المسألة محسومة دينيا لوتانازي. وأن المشكلة الأخلاقية تظهر عندما يرى هذه بصفة عامة، عندما يرى الموظف أو المهني نفسه محصورا بين مصالحه الشخصية وواجباته الوظيفية أو المهنية، وعندما يتم تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة. وهذا هو المشكل، هذا هو المشكل الأساسي الذي نقع فيه. أظن أن مشكلة اليوم في الصحة في المغرب بصفة عامة وفي العالم، يعني في العالم بصفة عامة وفي المغرب بصفة خاصة، عندها علاقة كبيرة مع الأخلاقيات الطبية. وربما هذا نأخذ فيه في أريد فقط يعني مسألة تعريف يعني المصطلح ديال أخلاقيات الطب. فهناك يعني سأعطي تعريفين فقط، توجيهات هي عرفها الفريجي بتوجيهات مستمدة من القيم والمبادئ تعنى بكيفية التصرف اللائق أثناء ممارسة النشاط الطبي المهني. وعرفها ويليامز بإمعان النظر في قضية ما تعرض على الطبيب والعودة لما سبق من معايير ذاتية تحتم عليه موقفا تجاهها. إذن التعريفات كثيرة جدا، ولكن يجب أن يعني أن نحدد. هل اليوم يجب أن ننظر إلى الأخلاق الطبية بمنظورها الشامل العالمي، يعني دون أن نخوض ربما في الجانب الديني، أو المسألة الدينية عندنا يعني خصها تكون عندها المكانة ديالها ويعني من المستحيل أن نهملها. إن شاء الله ربما أنا هناك تساؤلات أطرحها إن شاء الله بعد الصلاة على الحضور. يعني المسألة ديال علاقة الأخلاق الطبية
وعلاقتها بالنتائج أو علاقتها بالأخطاء الطبية. هل هناك علاقة مباشرة بين الأخلاقيات الطبية وبين الأخطاء الطبية؟ لأن يعني اليوم نحصي حوالي 100,000 يعني 100,000 وفاة في العالم، مع أن هذا الرقم غير صحيح لأنه دول العالم تريد ما نخرج الإحصائيات، لأن ما كاينش أرقام، ولكن في الدول المتقدمة 100,000 حالة وفاة نتيجة الأخطاء الطبية. هل للأخلاق الطبية يعني علاقة بهذا الموضوع؟ الأستاذة تكلمت على مسألة الفلسفة، أيضا هذا سؤال نريد يعني أن نطرحه ونأخذ فيه، يعني ما هو دور العلوم الإنسانية وعلاقتها بالأخلاق الطبية، أو دور العلوم الإنسانية في مقرراتنا الطبية؟ واش اليوم خصنا نرجعوا، لأنه يعني كما يقال يعني كثيرنا حول العلم قليلنا حول الأدب، ربما مستحيل أننا يعني الأخلاقيات الطبية كما نفهمها أن نستوعبها إذا لم نخوض يعني في دواليب الفلسفة والفقه وهذا. واش هذه أمور خصها تدرس في كلية الطب؟ هذا سؤال ربما نخوض فيه ونناقشه. هذو أسئلة نريد أن نطرحها ونخوضها فيها إن شاء الله. أن شكرا للأستاذ بجلون حقيقة على التزامه بالوقت وطرح الأسئلة. حقيقة وسبقني إلى طرح بعض الأسئلة المهمة التي ستحددها وستكون المحاور التي سنعود إن شاء الله بها في هذا النقاش مع الإخوة والأخوات على سير اللقاء. فكان اقتراح نتوقف باستراحات قليل واحد 10 دقائق ثم إن شاء الله نعود نتمم هذا اللقاء في طرح الأسئلة المخصصة. شكرا للجميع، بارك الله فيكم. نريد أن نعيد إن شاء الله ونتمم اللقاء الذي بدأنا مسابقا انطلاقا من تدخلات الأساتذة، وسننطلق من أعتقد من المحور الأساسي الذي يربط بين الدراسة والواقع، والذي يراد أو الأسباب، ما هي الأسباب التي تجعل من أن أول نتكلم عن الأخلاق، نحن نتكلم عن الأخلاق في هذه اللقاءات وفي لقاءات أخرين، يعني أن هناك مشكلة، هناك أزمة. بالطبع هناك قاعدة كبرى التي تلزمنا، هي قاعدة من عما فقد ظلم، بمعنى على أننا أي كلام نقوله هو كلام لا يعمم على الإطلاق، حتى ما نلقى فيه إشكالية من هذه الإشكاليات ديال الكلام. بالطبع هناك ملاحظة تؤدي إلى هناك مشكلة على المستوى الواقعي، فنريد من الأساتذة الكرام أن يوضحوا لنا في نظرهم ما هي الأسباب التي تجعل على أن مشكل الأخلاق وقع في على مستوى الممارسة لبعض الأطباء، كيف وقع كيف تم انزلاق من هذا المستوى. مرحبا أستاذ الأستاذ. في الحقيقة أزمة الأخلاق هي أزمة عالمية، الكل يشكو من أزمة القيم، فلا يمكن أن نخصص يعني الأطباء ولا نخصص بلد يعني عن غيره، ولا يمكن أن نعمم. لهذا أنا أريد أن أشير إلى نقطة يعني في الحقيقة انتبهت لها من خلال دراسة وبحث عميق. إذا أردنا أن نبقى في موضوع الممارسة الطبية، أريد أن أؤكد على شروط قبول طلبة بكلية الطب. هذه نقطة ما عرفتش ننتبه لها، يعني مثلا دابا لاجتياز كلية الطب هناك مباراة كتابية في ظروف وتدخلوا الناس. أنا طلعت على التجربة في عدد من الدول، من تجربة كندا، تجربة أمريكا، وتجربة بريطانيا وكوريا الجنوبية. يعني الواحد قبل ما يتقبل في الطب خصو يقدم واحد السيرة الذاتية، سيفي، لا صوت يدير أعمال تطوعية وأعمال إنسانية، هذا تتكون عنده واحد الميزة. كذلك يعني خاص لما تديو على واحد معدل، يعني لازم هناك التقاء ومن بعد السيرة الذاتية، ومن بعد كذلك يعني تديو معهم مقابلات. مثلا في كندا أنا الطالبة هناك قالت لي بأنها مقابلة تكون فيها لجنة من 6 ديال المعدين الأساسدة ويعني محلفين، وتقوموا يعني بأسئلة تشوف فيها ذاك الجانب الإنساني، واش عندها يعني عندهم ذاك الجانب الإنساني،
وتيمكن يطرحوا عليهم يعني واحد يعني الحاله ديال مثلا اون سيتياسيون كيفاش غيحلوها، يعني تيشوفوا واش عندهم يعني هذه القابليه لحل المشاكل والعمل في اطار فريق طبي. وكذلك ما باغينش يعني الات تعمل، ولكن باغيين يعني الطلبه يكون عندهم جانب انساني ويحبون ما سيمارسونه ومخلصين في عملهم، يعني يحترمون الكرامة ديال المرضى ديالهم وكذلك يحترمون القانون. إذا هذه المقابلة مهمة، إذا انتقاء طلبته هي مهمة. كاين احنا من الأخلاق يعني راه احنا مثلا تكتبش غير مثلا في واحد هي تربية، تتبدا من الأسرة، تتبدا المدرسة، الإعلام، وتتبدا كذلك في الجامعة. هنا في الجامعة خصنا نكتفوا هذه المسائل ديال الأخلاق، الدروس ديال الأخلاقيات، وكذلك نديروا لهم مسائل تطبيقية مثلا أعمال تطوعية، المشاركة في قوافل طبية. ونقطة أخرى، التربية على الأخلاق ما تكونش بالتنظير ولا غير مثلا دروس، ولكن بالقدوة، يعني الأساتذة تكونوا قدوة للطلبة ديالهم. هذه نقطة مهمة، وأنا أحيي أنا قلت في إطار عدم التعميم، أنا أحيي عدد من الأساتذة الطب حاورتهم، ويعني في إطار بحث علمي فوجدت فيهم تفاني وإخلاص وحب يعني نقل المعلومات للطلبة ديالهم. منهم واحد يعني كان عنده كانت ظروف يخرج ويعمل طبيب جراح، قال لك أنا هذوك الطلبة اللي تنسها باش نعلمهم هما اللي يمكن يداويوني من المرض، وهما يمكن يداويو الأحفاد ديالي والأولاد ديالي. يعني هذه المسائل كلها يمكن لا تحمس على التحدي بالأخلاق الحسنة.